انا بحبها. انا احاول اصلح الموضوع، احاول احله باي طريقه، اعمل اي حاجه، اكلم والدتي، اكلم اخواتي، مش عايزها، مش عايزها اسيبها كده. احساسك ايه بعد ما انت قلت ان هي عوض ربنا وان ده اللي ربنا عوضك بيه ان الموضوع فجأة باظ؟ يعني فكرت في الحوار بعد ما خلص، يعني وكده. ما كانش عندي مانع ان انا كنت عادي اكمل معاها، بس زي ما قلت لك يعني هي كانت فعلا بالنسبة لي كل حاجة. عندي فكرة، انت ممكن تكلمها دلوقتي وما تفهمهاش ولا تعرفها ان احنا بنصور، واسألها بينك وبينها قدام الناس. الو الو، انا عايز اعرف انت ليه، يعني انا عايز اعرف السبب، بس انت ليه كدبتي يعني عليا؟ ماشي، تعرف ان انا ما كانش قصدي ان انا اكدب، وبعدين ما كنتش عارفه ان كل المشاكل دي هتنسى. وبعد ما حصلت خلاص بقى، لحد ما حصل وكل واحد في كل واحد. من شايف ان احنا عادي كنا يعني اللي كان بينا يروح، مش مهم كده في كلمة كل واحد لحاله. يعني انت عارف يا احمد اللي انت اللي عملت كل ده، انا ما كانش قصدي ان احنا نبعد عن بعض خالص. في خلاص انت مش عملت اللي في دماغك، وفي وحصل مشاكل كتير خلاص. اي يا احمد اللي انت عملته ده كله. عن اي حاجه انا بكلم عبير، عبير الجدع، عبير صاحبتي. انت ربنا يوفقك، واكيد باذن الله هتلاقي حد احسن مني بكتير. يعني ايوه اكيد، على فكره في احسن منك بكتير، بس انا ما بصيتش لحد وبصيت لك انت، قلت برغم كل ده برضه جيت عليا. انا ما جيتش عليكي، لا جيت عليا انت تتلكك بسبب موضوع زي ده، وان احنا نسيب بعض دي كده اسمها تلكيكة، وان انت جيت عليا. انا بحبك. لا وبعد كل اللي حصل ده مش قادر ان انا ارجع احبك تاني. انت لسه قايل ان انت مش هتخسر امك بسببي، انا دي حاجة عمري ما هقبلها، فليه هنكمل مع بعض على اساس ايه؟ مش فاهمة. خلاص يا عبد، ما تعطيش، انا عارف ان انا اسف يعني اني كلمتك. هل انت شايف ان انت ممكن تدي فرصه تانية لعبير ولا لا؟ مش حاسس. انا عن نفسي انا قلت لك انا بحبها، بس انا يعني كراجل انا اما فكرت لقيت ان هو مش هعرف، مش هينفع. هي كدبت عليا، اللي هو انا مش صغير، فاهم؟ اللي هو مش صغير عشان تقولي لي واجي لك كذا مره تقولي لي لا ده انا بيتي الناحيه التانيه هنا بس، فاللي هو انا مش صغير انا عشان تيجي لي في الاخر تقولي لي لا ده هو هنا، انا كنت قصدي هنا. اكيد متضايق يعني، اكيد طبيعي انا مخنوق ومش عارف، بس مش اكيد مش عارف اجي على والدتي مثلا عشان انا قلبي وجعني شويه. لا انا عادي قلبي وجعني، بس انا اكيد مش هوجع قلبها هي. شايف ان رضا والدتك اهم من ان انت ترضي نفسك اصلا؟ طبيعي، هي واحده بحبها ولحد الان انا مش هختلف معاك ان انا مش بحبها، يعني بحبها بس انا بحب امي اكتر، يعني ده طبيعي. يعني مامتك رافضه خالص ولا الحوار؟ انت مهمكيش ان احنا جايين في الطريق، مهمكيش ان انا والدتي معايا، انا والدتي ست يعني هي كبيره مش صغيره، فاخواتي مش صغيرين ان احنا نيجي مشوار واكتشف في الاخر اللي هو ايه ده مش بيتك، اللي هو حتى الايام اللي فاتت دي انا كنت باجي اوصلك، انت فاهمني؟ كانتش قالت لك هي مثلا مش محجبه فمش هينفع مش عارف ايه الكلام ده؟ لا انا اصلا والدتي لحد ما اتجوزت والدي ما كانتش محجبة، أول ما اتجوزت اتحجبت. هي فاهمة إن دي خطوة هتتاخد في وقت ما. هي ما اتكلمتش في كده، وأي حد حابب حد. والدتك ما كانش عندها أي مشكلة غير إن هي قالت إنها من مهندسين وطلعت من بولاق. هسألك سؤال بجد وتجاوبني بصراحة.
ما جاتش قالت لك مثلا مش هينفع مثلا عشان هي بتعمل تيك توك مثلا؟ يعني انا شايف ان هي ولا عبير ولا بتطلع ترقص ولا مثلا تطلع تعمل حاجه تقلع مثلا، لا هي عادي لبسها كويس، حتى المحتوى اللي بتقدمه ما فيهوش حاجه وحش، ما بتعملش حاجه زي ايا كان يعني اللي غيرنا بيعمله، بس هي بتعمل حاجه كويسه، حاجه مش تدينها ان امي تتكلم عنها يعني. كانش عندها مشكله؟ لا هي ما كانش في مشاكل بالنسبه للفيديوهات والكلام ده، هي بس كل الحكايه حوار الكذب يعني. هتصالحها ان شاء الله، الموضوع كله هيعدي باذن الله، عشان زي ما انت طلعت تاني بعد اللقاء هي برضو المفروض ان هي هتيجي تعمل لقاء كده انها تتكلم الصراحه. خليك اكيد اخليك اتكلم.